حضرتك كنت بتتكلم على انه مش عايزين نقلل عدد الارغفه علشان ده هيأثر على الناس، لكن الحقيقه انه الوزن الرغيف اتغير خلال يعني صحيح 36 سنه ما زادش سعره، لكن وزنه نزل 3 مرات من 150 ل 90. انا ما كنتش اوعى على 150، انا كنت اوعى على 110. انا جيت لقيته 110. لا والله ما كنت انت كنت وزير زمان من 2006. لا ما كانش 150، لا كان كام؟ 120. بصي يا حضرتك، كان 110، كان 120 قبل الثوره. ازاي بقى؟ قبل ربما 11 ربما 120. بس كنا بلازما، كنا بنسمح ب 10 زياده، يعني لو بقى 110 صح ما يبقاش غلطان، ما يبقاش غلطان. انت عارفه حضرتك زي ما شفتي في بتاع بيقطع بايده، فايده صحيح ميزان بس برضه مش دقيق، مش ميزان حساس مظبوط، بس هو نزل 110. فبالتالي ونزلناه، نزل فترة من سنتين، ودي كانت مع الأزمة الروسية وغلو سعر القمح. النزلة دي كنا بنشتغل بتسعة ونص مليون طن، النهاردة بنشتغل بتمانية ونص، فالنزلة دي نزلت الاستهلاك، فنزلنا الوزن. وبس الحق يقال كان التسيب كتير في التغاضي عن الوزن، يعني اقصد ان هذا خفض غير مباشر للدعم ايضا، يعني انت لما بتنزله قبل ذلك. ايوه قبل ذلك. لما نزلته لحد ل 90 جرام، هو ده ما انت خفضت الدعم، ما انت خفضت التكلفه برضه. كان الهدف استيعاب الزيادات. حضرتك احنا كنا بنشتري القمح ب 220 210 قبل الكورونا، وصل، متأسف ان انا اقول، اثناء الحرب بعد كورونا والحرب الروسيه، وصل انا شاري قمح ب 520 دولار. ايوه هو المواطن هو المواطن يجي يقول لك لا لا لا، انا ذنبي ايه؟ دي ميزانيته، دي ميزانيته ودي فلوسه، ولازم نديرها معاه اداره هو صحيح. فيها استقرار وفيها مشاركه. أيوة. يعني انا مش بس على قصه رغيف الخبز، هو المواطن لما حضرتك تيجي تقول له انا بتكلف كذا والفلوس جات لي كذا، بيقول له هو انا جيت حاسبتك انت بتصرف الفلوس في ايه؟ هو انا جيت قلت لك يا حكومه انت بتصرف الفلوس في ايه؟ انا ما بحاسبكش، فانت ما تجيش على الحاجات بتاعتي اللي هي العيش والسلع التموينيه اللي هي يا دوبك بتمشي الناس اللي هي محدوده الدخل، وتقول لي ان انا هاخد منك لانه القمح غلي والبتاع غلي. ما انا وريت حضرتك ان احنا خدنا اقل من نص زيادة وتحملنا النص التاني، والهدف كله، وحضرتك دايما كنت بتنادي واحنا كلنا بالنادي، ضبط المؤشرات الماكرو، المؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر، وضبط سواء سقف الدين او ضبط الاستثمارات او ضبط التضخم. نتيجة لو قللنا بس التضخم ب 3-4% ممكن البنك المركزي يروح مقلل الانترست 1%. تقليل الانترست 1% ده هيوفر لنا في الموازنة أرقام فلكية. بس ما هو بيعمل ده عشان التضخم.